اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ العالمي. خليكوا انت قاعده في مصر ام الدنيا كده بتستمتعي بالجمال الحلو اللي احنا فيه. خلونا نخش المطابخ العالميه، نعمل الاكلات اللي بنشوف اسمها غريبه في المنيوهات اللي بنروح على المطاعم ونلاقي المنيو جنبينا او بيقدمه لنا المتر في اسماء غريبه من الاكل، زي السليسيان، كوردون بلو، الحاجات اللي احنا ممكن مش فاهمين مكوناتها. النهارده بنفك المكونات او اللوغاريتمات اللي بنشوفها في المنيوهات. معانا النهارده مكرونه اسمها مكرونه سليسيان. سليسيان دي طاجن المكرونه بالجلاش، مكوناته هرم غذائي، بتنجان تحطي، خضره تحطيها، فراخ او لحمه زي ما انت عايز. انا هعمله النهارده بطريقه الشيف المغازي بالسجق البلدي. عندنا شويه سجق بلدي كده زي الفل، ومعانا بتنجان وتشكيله من الفواكه او المكرونه، هنشوف هنعملها مع بعض ازاي. معانا شوربه المنستروني كمان النهارده لطيفه وجميله، بتتميز ان فيها كل النشويات والتشكيله من الخضار، بسله جزر كوسه، بسله طبعا غنيه بالبوتاسيوم وخاصه للام الحامل، والجزر احنا مفيد غني جدا بفيتامين سي. احنا لازم لما نيجي نعمل الاكله لازم نشوف مكوناتها ايه القيمه الغذائيه بتاعتها، عشان ما ناكلش اي حاجه وخلاص، لازم نستفيد بالحاجه اللي موجوده فيها والقيمه الغذائيه اللي موجوده فيها. الحلو النهارده معانا حلو بسيط وسهل، الميزه فيه ان هيريحك من انك تعملي عجينه وتستنيها لما تتخمر وتقعدي فتره طويله. جيبي كيس توست وهتعملي النهارده رقائق التوست او فطاير التوست المحشيه تفاح وقرفه. ميزه التفاح او فايده التفاح غني طبعا بالقيمه الغذائيه اللي بتساعد القلب على ان هو يكون نشط وزي الفل. خلونا طبعا ما نطولش في الماتيريال بتاعنا علشان حالاتي فيها شغل كتير النهارده، وفيها تفاصيل كتيره ومعلومه غير معلومه، وفيها فكر طهوي، واحنا قاعدين كده بنتجول داخل المطابخ العالميه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا مع بعض خط سير الحلقه. بنسن السكاكين، بنسن السكاكين. انا عايزك لما يكون عندك في المطبخ بتعملي اكل فيه لحوم، فيه بتنجان بتقطع، نصيحه مني، عشان انت طبعا ام وست بيت، فالوقت معاكي في المطبخ يعني هتخش المطبخ كتير. بتحصل معانا مشكله، جات الفرصه بس ان انا اتكلم عن النقطه ديت. السكينه لما تكون حاميه معاكي مع الاستخدام اليومي والوقت، هنا مفصل ايدك مش هيوجعك من كتر ما بتستخدميها، فلما السكينه تكون حاميه هتريحك في التقطيع. هبدا اشتغل دلوقتي مع طبق مكرونه مشهور جدا في المطبخ الطلياني، وممكن نعمله بفكر مختلف بمكونات مختلفه، الصوره مفتوحه فيه. مكرونه، طاجن المكرونه بالجلاش، هياخد جبنه، هياخد سجق بلدي، هياخد بتنجان رومي، وهنشوف الفليفر بتاعنا ريحان وزعتر وروزماري، بهاراتنا طبعا شويه كريمه لباني في المقادير، بطين في داخل الخلطه بتاعه المكرونه. المقادير على الشاشه تقدر تصورها بالتليفون او تكتبيها ورايا تاني. بتنجان رومي او عروس، المهم يكون في نوع بتنجان بيديها فخامه شويه. سجق بلدي او لحمه مفرومه، جبنه موزاريلا، مكرونه اسباجيتي في المقادير، بصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر وروزماري. بنحط طاسه شديده الحراره على النار بالشكل ده كده، وعندنا الزيت اخباره ايه، سخن وزي الفل. التحضير ده مهم جدا. نبدا باول حاجه تقطيع البتنجان اللي هنستخدمه في المكرونه. طب مش عايزه البتنجان في قلبها يا شيف، مفيش مشكله، ممكن تحطي نوع خضار انت حباه، مفيش اي مشكله خالص. ميزه الطبق ده لازم تقطعي البتنجان بالشكل بتاعه ده كده، مش هقشره. اه السواد بتاعه جمال جوه المكرونه، نقطعه صغير كده اهو، والبتنجان ده يتحمر في قلب الزيت، وبعد كده هنضيفه لمكونات المكرونه بتاعتنا بالشكل ده كده، وبتنجانيه قلبها ابيض وزي الفل. فرصه وانا بقطع البتنجان، بتشتري البتنجان من عند الراجل بتاع الخضار اللي في المنطقه، تختار البتنجانيه اللي بتلمع زي اللي معايا دي كده، تعرف ان هي طازه وزي الفل. بتنجانيه بيكون الزهره بتاعتها من هنا كده خضرة مش ناشفه، لو لقيتها ناشفه اعرف البتنجان ده قديم بقاله كتير عند الراجل الطيب ده. الحاجات دي مهمه جدا وانت بتشتري البتنجان، لان البتنجانيه لما تكون طازه هيبقى قلبها ابيض بالشكل ده كده. اه الحاجات الصغيره دي بتفرق، عايزه تعملي طبق مسقعه، عايزه تبني لي بتنجان محشي زي ما انت حابب. السكينه بتاعتنا حاميه ازاي؟ اه بالشكل ده كده. طالما السكينه بتقطع الجلده الخارجيه للبتنجان بالسرعه ديت، اعرف ان سكينتك حاميه وزي الفل. اه
حلو. هناخد البتنجان ده يا عم الشيف يتحمر في قلب الزيت تحميره حلوه كده، يبقى لون برونزي ما تسودهوش جامد يعني، هو السواد اللي فيه ده حلو قوي. هناخد البتنجان زي ده كده، دي اول حاجه في قلب الزيت بتاعنا زي الفل، ونسيبه يتحمر وتبقى عينك عليه عشان ما ياخدش لون. اللهم صل على النبي. نخش على اللي بعده، معانا سجق بلدي. في الطبق بتاعي سجق بلدي ومكرونه سباكيت. هناخد السجق ده كده، اقطع بالشكل ده كده بسكينه حاميه برضو علشان نحافظ على الشكل الخارجي بتاعه. وعندنا طاسة شديدة الحرارة، خلي بالك السجق ده ما ينفعش ينزل في طاسة باردة، على ما يستوي هيكون طبعا ايه اتكسر معاك وشكله مش حلو خالص. حلو الكلام، ولكن خلونا نسبة السجق بمعلقتين زيت زيتون زي الفل، مع بصلاية ناعمة صغيرة كده، اللهم صل على النبي. تمام الأخبار، هو ده. وناخد السجق بتاعنا كده ياخد تحميره. طريقه سهله خالص، وهتعملي طاجن مكرونه بفكر جديد وسهل وبسيط، ونقلب الحاجات دي كلها مع بعضيها. عندنا عجينه الجلاش بقى بتشتريها من السوبر ماركت تخليها مقفوله زي ما هي، معانا هي زي الفل. ليه يا عم الشيف؟ علشان لو فكتيها مش هتعرفي تستخدميها وتشكليها زي ما انت عايزه. السجق هنا يتحمر بالشكل ده كده، والبتنجان بيتحمر في قلب الزيت. عندي الطاجن اللي هشتغل فيه بالشكل ده كده، بنحط فيه شويه زبده او سمنه بلدي. قالب اللي تشيز كيك عندك مفيش مشكله، ما عنديش قالب زي اللي في ايدك ده يا مغازة اعمل ايه؟ هتجيب الصينيه اللي بتعملي فيها بسبوسه، الصينيه اللي بتعملي فيها كنافه، مفيش اي مشكله خالص. لا عندك لا ده ولا ده، هتجيب حله صغيره وتدهنيها سمنه وترص فيها عجينه الجلاش بالشكل اللي انا هعمله دلوقتي. خلي دي هنا كده، ونجهز الغلاف الخارجي للمكرونه السلسيان. عجينه الجلاش طالعه معاك زي الفل وطازه. ناخد العجينه كده وهنا كمان، حاجه سهله خالص. بس الفكره كلها في ان احنا بنجدد المطبخ وبنغير من الافكار بتاعه الاكل بتاعنا، عشان عندنا اولاد دلوقتي الموضوع اختلف، بيروحوا مطاعم، بيتعزموا بره، بيشوفوا الحاجات الغريبه. واجبنا لما يرجع الطفل من بره، يا ماما والله عايز اكل مكرونه بطعم تاني بشكل جديد. شكرا يا ام اسلام. لما اجي اسلق مكرونه، احنا خلاص عدينا المرحله ديت، انا بعمل مكرونه سلسيان، انا عايز لما اعمل طاجن المكرونه ده يا ابو غازي طعم المكرونه يبقى بطعم اللحمه او السجق، طعم السجق بطعم المكرونه، يبقى في خليط وانسجام كده بين المكونات. فما تخليش المكرونه تتسلق سوى كامل في قلب الميه، خلي بالك دي مهمه جدا. فخليها تقريبا قد ايه يا شيف؟ تقريبا ثلاث ارباع سوى اهو، ميه بتغلى على النار، وحذاري تحطي مكرونه في ميه مش بتغلي. ايه اللي هيحصل يا شيف؟ الدنيا هتقوم يعني. المكرونه دي هتتكسر وتعجن منك وتبقى مش لطيفه خالص. مكرونه في قلب الحله، حطت معلم معاها عود روزماري حلو تاخد الفليفر بتاعنا. السجق اخباره يا عم الشيف؟ نقلبه كده مع بعض زي الفل اهو، خد لون. ننزل بصوص طماطم عندنا متعته، بلاش معجون الطماطم، شويه ريحان او بقدونس كده حلوين. كل ده مع الخلطه دي الاساس، بكون الهرم الغذائي زي الفل يا شيف. مكعب زبده، الطبق ده حلو اوكي، يناسب الاطفال وكل الاعمار، مهم جدا. عود روزماري حلو كمان هنا اهوت عندك زي الفل. تمام الروزماري ده مفيد معايا ونقلب كده تقليبه جاه. مكرونه بتستوي. نبص على الايه، ايه اخبار البتنجان؟ الله يبارك لك. ناخد البتنجان زي ما هو كده، ينزل على السجق. شايفين البتنجان نازل بينافس السجق في التقطيعه، في الجمال، في الحلاوه، في الحمار. والمكرونه اخبارها ايه؟ اهي طبق ما خدش من ايدي 15 دقيقه او 10 دقايق بالظبط. مكرونه تستوي كده نص سوا، عود الروزماري في قلبها كده
زي الفل. حطينا ملح على سلق المكرونه. تعملي كنترول في الملح اللي بتحطيه على الخلطه اللي هي فيها بتنجان، خلي بالك الحاجات دي مهمه جدا. والبتنجان اللي انا حمرته ده ما حطيتش عليه ملح وسبته، لا زي ما هو قطعته وزي الفل. بعد التقطيعه حطيته في قلب الزيت. الله على الخليط. لسه ما خلصتش. عندنا البهارات بتاعتنا، كنترول على الملح لان احنا سلقين المكرونه في ميه ملح، شويه صغيرين كده، فلفل اسود، عايزاها سبايسي خليها سبايسي زي ما انت عايزها مفيش مشكله. شفت المكرونه اللي انا بعملها دلوقتي؟ المكرونه بتكمل سواء مع الصلصه ازاي. هو ده المطبخ. زي الفل. كل المكونات دي مع بعضيها. لسه ما خلصتش. اللهم صل على النبي. نشيل الروزماري ده كده، خلاص وقتك انتهى. حلو. بنحط شويه كريمه لباني. نعم، المطلوب ان كله ينزل مع بعضه، علشان دولت هيجمعهم دلوقتي طاجن او صينيه بالشكل ده كده. لسه هياخد مكون البيض في المكونات دي كلها. زي الفل. في نقطه هنا بقى انت ممكن تقع فيها وتدعي عليا، لو مسكت البيض كسرتيه هنا في قلب الخلطه دي، البيض هنا هيستوي قبل ما يتحط في الطاجن. نقوم نعمل ايه بلطافه كده، نشوف الشيف المغازي هيعمل ايه معايا. الكوبايه دي كده، باخد بطين كده في المكونات بتاعتي. تركايه هنا. حطيت ايه يا شيف؟ اتنين بيضه، بحط عليهم يا شيف شويه حليب، حلو قوي، وبحط عليهم شويه جبنه موزاريلا. ركزي معايا عشان الموضوع ده هنا شيق بقى. جبنه موزاريلا او جبنه رومي، مش عايزه موزاريلا احط رومي. او شيدر زي ما انت حابب. ونقلب دول مع بعض يا عم الشيف. بيض مع حليب مع جبنه موزاريلا، مش حتى حاجه تانية خالص. واقلبهم كده زي الفل. نركز بقى عشان التركايه دي سر من اسرار نجاح الاكله. التركايه دي سر من اسرار تخليكي مبدعه في مطبخك. التركايه دي سر من اسرار انك تخليكي احسن من الشيف المغازي كمان. زي الفل. دي جبنه وبيض وحليب، هنخليهم على جنب. والله بتبهرني بالكلام الحلو. التركايه دي مهمه جدا لكل الامهات اللي بتشوفني وكل السيدات اللي بتشوفني وكل سنه وانتم طيبين. بمناسبه عيد الام داخل علينا، وربنا يرحم امهاتنا، وامهاتنا اللي عايشين ربنا يبارك في صحتهم يا رب ويطول في عمرهم، لان احنا تحت رجليكم خدامين. واللي ما يعرفش قيمه الام لازم يبوس ايديها ورجلها كل يوم الصبح. اخوانا المكرونه بالشكل ده كده، دي مرحله. اللي انا بعمله ده اللي هيخلي لك الطاجن المكرونه ده له شخصيه في قلب جوه عجينه الجلاش. تقطعي منه كده قوالب وتقطعي منه مثلثات زي ما انت عايز. ينزل في قلب المكرونه زي الفل. تمام. حليب، بيض، جبنه موزاريلا في قلب الخلطه. لو انا كسرت البيض على المكرونه وهي سخنه وفي قلب النار، البيض ده هيكلكع منك وهيبقى شكله مش لطيف خالص. اخد بقيه الجبنه يا عم الشيف، اسقطها هنا كده. زي الفل. الطبق ده لطيف وحلو. عندي بقيه عجينه الجلاش، احط واحده كده. شفت انا بعمل ايه؟ بايديا كده، واخد الاطراف اللي معانا هنا كده. ويفضل بقى بيني وبينك يعني تجيبي قالب التشيز كيك اللي معايا ده كده، في منه المستطيل وفي منه المدور الدائري. ليه يا شيف؟ عشان يريحك وانت بتقلبيها، ده مهم جدا. واخد كده كمان طبق احطها على الوش زي الفل. تمام يا عم الشيف. درجه حراره الفرن عندي 180. نوسع للطاجن ده كده. ونحطه في صينيه كده لطيفه اهي. اللهم صل على النبي. تعالى، مكانه فين هنا مخرجنا الجميل؟ طاجن مكرونه حلو زي ده كده وعايزينه يستوي يبقى لطيف وزي الفل. المرحله الاولى 10 دقائق في ارضيه الفرن، و10 دقائق يتحط على شبكه الفرن عشان ياخد وش زي ما هو كده في الفرن. مقادير 5 كيلو من الكحك، 5 كيلو دقيقه هنعملهم كحك. ايه رايك نبص على الفرن كده؟ وهنخش على دلوقتي الحاجه ام اسلام، نبص على الفرن ايه اخباره. نجيب عجينه الجلاش. ايه الحلاوه دي يا شيف؟
اللهم صل على النبي. اهي اهي احطها هنا كده. عينيا. اللهم صل على النبي. حلو الكلام. اللهم صل على النبي. حلو. لسه هنقلبه دلوقتي يبرد. بس 5 كيلو دقيق بياخدوا قد ايه يا شيف؟ نغرف دي كده نشوفها مع بعض ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. طبقة زي ده كده. اللهم صل على النبي. ونشيلها هنا كده. ونشيل دي من هنا. الله، زي الفل. تمام. ايه الحلاوة والجمال ده؟ صورني معاه يا فاروق. اقعد روزماري على الوش كده عشان اقول للضيوف بتوعي ان انا عاملاها بالروزماري. خلينا ناخد بعضنا واطلع فاصل عشان هنرجع لحلو. اوريه لحضراتكم كده مقاديره على الشاشه اهيت زي الفل. كل دي مقادير فطيره التفاح او فطاير التفاح برقائق التوست. هريحك انك تعملي عجينه وتبقى هنا تفاح غني بالقرفه غني بالسكر مفيد جدا للجهاز القلب. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل كتير، فيها رؤيه، فيها بساطه وسهوله ومرونه. الكلام ده بنشوفه يا عم المغازي بكل التفاصيل كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين؟ من ماس بيرو. We'll be right back.